السلام عليكم يا جدعان، ايه رايكم في الستاند ده؟ حلو جميل. استنى كده نرجعه بقى. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان، بصوا احنا هنخش على الموضوع على طول. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان جايين نستعرض الاكونت بتاعي. تقريبا انا اخر مره استعرضت اكونت كان من 8-9 شهور، يعني من زمان جدا قبل ما اجيب بدل كتير في الاكونت والعربيات وحاجات كتير. فيا جدعان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بقى رجاله. ورجعنا الكرسي اهو. الفيديو اللي فات كان الكرسي مش موجود، جبنا الكرسي والدنيا تمام. بإذن الله بقى يا جدعان نوصل 300,000 علشان نعمل السيت اب الجديده، فشدوا حيلكم كده. يلا رجاله ندخل علشان نستعرض الاكونت. اول حاجه ندخل على الاشيفمنت بتاعنا. جبنا الاشيفمنت اهو يا جدعان. يلا بقى نشوف احنا كام مسك. هو غراه خالص، خلوها شكلها غريب قوي. ما علينا، احنا دلوقتي 87 مسك اهو. بصوا يا جدعان 87 من 300، فاضل لنا تقريبا كده 13 بدله ونبقى 100 مسك. هيبقى رقم مهول في البدء. عامه اللي بيبقى معاه 100 مسك فاكونته بيبقى تقيل، فاحنا فاضل لنا تقريبا 13 بدله والاكونت بتاعنا يبقى تقيل. طب حلو، والله حلو. معانا كام سلاح؟ كام سلاح معانا؟ معانا كام سلاح؟ لا لا، نخلي الاسلحه في الاخر. نبدا بالبدل بقى بال 87 اللي معايا. اول حاجه معانا البدله الحمراء دي اللي انا بحبها عامه، يعني موجوده اهي معايا. تمام. البدله دي يا جدعان طلع عين اهلي علشان اجيبها. تعالوا اوريها لكم. والله يا جدعان طلع عيني في البدله دي عشان اجيبها، اقسم بالله طلع عيني حرفيا في البدله دي عشان اجيبها. صرف عليها تقريبا يجي 15,000 شده. ما علينا، معانا البدله دي اكيد طبعا كلكم بتحبوا البدله دي، اكيد بتوع المستودع بيحبوا البدله دي. وفي ستريمر يا جدعان كان بيطلع بالبدله دي مشهور جدا، لو حد يعرفه يكتب اسمه تحت في الكومنتات. معانا الموميا مرتين. ها لو ينفع ابعت لكم واحده، والله كنت بعت لكم. اكيد ممكن ينزلوا تحديث من دون اللي هو يعني مثلا لو معايا بدله زياده ابعتها لحد، ممكن ينزلوا تحديث كده. معانا البدله الحمراء دي تعبانه، البدله دي اللي كانت جميله زمان بس خلاص بقى اي حد يقدر يجيبها دلوقتي. البدله الثلجي نفس الكلام، والغازي يا عمر المؤمن البدله دي مع كله تقريبا، ودي لي لها رقصه جامده انا جايبها عشان الرقصه اصلا. والبدله دي بتاع قطره يا عمر المأمون. ودي حد عرف البدله دي بتاع مين؟ اللي يعرف يا جدعان يكتب تحت في الكومنتات، لو حد عرف يبقى برنس. وما تنساش اللايك بقى لو انت بتتفرج على الفيديو كده يا عم. ده تك اخ، البدله دي طلعت لي يا جدعان صدفه والله العظيم. البدله دي كنت بفتح الباكج طلعت صدفه كده، ونفس الكلام في البدله دي. البدله دي كانت نازله في صندوق كلاسيك، فبفتح الصندوق 10 صندوق طلعت لي. ياه الاكونت يا جدعان، لا 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 تقيل. معايا مسكات كتير بره السيزون على فكره. والمسك دي، المسك ده كانت باكج عربيه نازل، ففتحت على الباكج ده قامت طالعه لي انا اللي اخترتها يعني بيه. والباكج ده الباكج ده جامد. ليه الراس بتاعها؟ استنى اوريك الراس. الراس فين اهي؟ الراس حتى كمان جابها يعني ماكس. بصوا بقدر اغيرها وغير شكلها. استنى نرجع للبدل. فين بدله الجعلوص؟ ايه بدله الجعلوص اهو. ودي كمان بقدر اخلي الدماغ تتغير. بصوا دي خاصيه عندي عشان انا جايبها ماكس. لسه في بدل كمان؟ لسه اكيد. ولا خلصوا؟ اه خلصوا. والباقي كله يا جدعان سيزونات بقى وشويه حاجات كده. ناخدها سريعه كده، قطشه خفيفه بس كده يا جدعان. دي البدل اللي معايا. ندخل بقى على الخوذ. معايا خوذتين مسك. حلو حلو خوذتين مسك. والخوذه الثلجيه، الخوذ مش قد كده بصراحه، بس محتاجين نجيب خوذ يعني. دي طلعت لي بتاع البدله الثلجيه اللي نزلت دي، الدماغ بتاعها جولد. ليه ما طلعليش البدله؟ ما اعرفش بتطلعوا لي الدماغ هعمل بيها ايه هنا؟ ما اعرفش والله. معانا ايه تاني؟ معانا ايه تاني في الاكونت؟ تعالى بقى اخش على الشنط. معايا شنطتين مسك يا جدعان. كل لما اجيب لحد الشنطه ده يقول لي مش مسك. يا عم والله مسك. مش مسك يا جدعان في ايه؟ والله لازم كل ما اوري لحد يقول لي ما مسك يا جدعان. والبدله المسك دي كمان، وشنطه الجوكر بقى. انا بحب شنطه الجوكر، بيني وبين ممكن اغير شنطه الجوكر في حاله واحده، لو جبت دي اللي هي بتاع الفرعون يعني. باذن الله نجيبها يعني، باذن الله ينزلوا الباكج ده وهنجيبها. بس كده زميل، بس كده زميل. دي البدل والخوذ والشنط اللي معايا. لا 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 لا، ندخل على العربيات الاول. ايه ده؟ ندخل على العربيات وانا اجيب عربيات كده على الفاضي وما استعرضهاش؟ لا ندخل على العربيات. راحت في اهي اهو. اللي يعرف يا جدعان انا صارف على العربيه دي قد ايه يبقى برنس. لو حد شاف الفيديو يعني يكتب في الكومنتات. العربيه ده حرفيا يا جدعان والله العظيم طلعت لي باقل شدات، حرفيا باقل شدات. وعربيه البوغاتي ده دفعتني دم قلبي بقى، دي دفعتني دم قلبي، والثانيه طلعت لي بها. فيا جدعان انتوا شايفين انا عربيه احسن، البوغاتي ولا العربيه الجوست؟ انا شايف عامه بصراحه مش عارف، مش عارف. الاثنين جامدين. انتوا اللي قولوا في الكومنتات. تعالوا بقى ندخل على الاسلحه. يلا بينا يلا بينا. 36 سلاح بيتطور، احنا عايزين نقفلهم 40 كده كده يعني باذن الله. لما بابجي تبعت لنا الشدات ابعتوها بقى والنبي انجزوا بقى. عايزين نجيب بقى اول ما بابجي تبعت لنا الشدات يا جدعان نطور الاسلحه ونوصل ل 40 سلاح باذن الله. اول حاجه مطورين الدي بي اس ماكس اكيد يعني، ملك الدي بي اس هيطور ايه يعني. الطاسه ماكس ملك الطاسه هيطور ايه يعني. السنايبر ملك السنايبر هيطور ايه يعني. معلش اي حاجه انا ملك.
الملك لله يا جدعان. السنابر دي رايقه يا جدعان، بفكر اعملها ماكس، رايكم؟ صندوقها مش حلو برضه اللي هو قد كده، بس بفكر اعملها مثلا هيت افكت كده لما اضرب حد البادي تيجي كده، ممكن اعملها. ده يوم بي سيزون عمر، والعمر الكل مسج بتاعها جامده قوي يا جدعان، جامده قوي. بس الفكره فين وفين لما بتلاقي عمر، فاهم؟ فمش عارف. انا معايا اللي انا اطور سلاح، فبفكر يا جدعان اللي انا اطور الام جي 3، فاهمين انتوا؟ والام جي 3 ده بفكر اطوره كل اللي معايا في الحب. فاضل لي واحده ماتيريال بس، واحده ماتيريال لو بقى مطوره كل مسج. فرجاله شايفين ان اطور الام جي 3 بصراحه سلاح اسطوري ويستاهل. معانا كار، الكار دي مش حلو فمش هطور، هستنى كار تانيه تقيله اجيبها وابقى اطور. معانا الام كي، الام كده برضه عايز اطوره بس مش بلعب بالاي كي ام كتير. معانا ميني، انا طورت الميني غصب عني، كان زماني مطور الام جي 3، طورت الميني غصب عني بواحده ماتيريال، كان زمان مطور دلوقتي الام جي 3 ليه كده. معنا الانفور ده حلو بس ما فيش حاجه تقال على الانفور التلج بصراحه، مهما تعملوا بقى مهما تعملوا. ما تنساش تقول انت معاك الانفور التلج تحت في الكومنتات ولا لا، حاسه معاك. معنا المسدس ده، في اومبي هنا كمان نسيناه، مش حلو اليومبي اللي انا عامله حلو. والله يا جدعان الام 16 جامد بس ما بعرفش العب بيه ومش حلو، مش عاجبني لعبه. نفسي يا جدعان امنيت حياتي اطور الام 7 ده الشكل ده بس، مش عايز حاجه ثانيه والله، اطور الام 7 كده بس. ومعانا الاس كي اس تلجيه برده حلو، ومعانا الدي بي، الدي بي كده انا عامله كل فمش هشغلني، والام 7 كل برضه. اوبا هنا في شاشات سودا، اللعبه مجلشه، ماشي ما علينا. معانا لي ام بي كل برضه، ده ايه ده؟ بايزون مش كل، عملتش ولا سلاح بايزون لحد دلوقتي. ده السكار حلو السكار، بس انا معايا سكار الياكتينا فهستفاد ايه يعني. ده ايه كمان؟ ام 24 الثاني بس مش مطوره. يوزي، انا بحب اليوزا يا جدعان بس مش قد كده يعني، مسافات بعيده ما اعرفش اجيب اخره كلوز بس. معانا هنا كيب زد، المين التلجي والله جامد قوي المين التلجي يا جدعان، بكيسي هنطور بكيسي باذن الله قريب عشان نعمل فيكتور يا جدعان. قولوا لنا الفيديو الجاي عايزين نصور على ايه يا جدعان، اكتبوا بيس اس ما بمسكهاش اصلا. ده اللي هطوره البايزون، ده اللي هطوره ايه كي ام اسطوري بس الكل مش عايزه تظهر. اللعبه مجلشه بس يا جدعان، اللعبه خرجتني. الو اللعبه كلها جلشت، الو. ورجعنا تاني يا جدعان، وكنا واقفين على الاي كي ام ده اهو، المسج بتاعه اسطوريه. تعالوا بقى ندخل على الام 7. الام 7 ده جدعان جامد بس انا مطور الاجمد منه يعني، بصوا مطور ده كل مسج عامل ازاي، لا يعلى على الام 7 اللي انا مع اللي انا مطوره ده. ومعانا الدبي ده، انا مطور الدبي التاني برضو الجامد، ومعايا طاسه مطوره اجمد من دبي كتير، طاسه الوراك. الاي كي ام ده جدعان بقى اللي بفكر اعمله ماكس. ها جدعان شايفين ايه؟ مطور الاي كي ام ده ماكس الفتره الجايه، ولا طور جميع الاسلحه كلها ماكس، جميع الاسلحه كلها كل مسج بعد كده نعمل اي كي ام بقى ده ماكس، رايكم؟ ها لو انتوا شايفين اللي طوروا ماكس الاول اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. معانا التوبي جن ده لسه مطوره، السكار بموت فيه ده بقى، ده قلبي. بصوا كل مسج. معانا الام 4 جوكر لو عايزنا برضه نطوره ممكن نطوره بس مش دلوقتي، لما نخلص الاسلحه نبقى نلعب بقى ونتفضى عليه ونتسلى عليه. نتفضى ايه؟ انا بقول يا جدعان الام 4 التلجي ده الماكس الوحيد اللي معايا. صدقوا يا جدعان لسه عايز اجيب له القطعه دي، عايزين نبقى نجيب له القطعه دي يا جدعان، رايكم؟ هنجيب له. وبكده جبنا الاسلحه كمان. بصوا بقى معانا كام صندوق، معانا 68 صندوق للسوق. وبكده يا جدعان احنا وصلنا لاخر الفيديو، فزميلي ما تنساش اللايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اه يا جدعان عايزين الفيديو الجاي عن ايه بقى؟ التعارف الجد فيكتور الخنزير، هنرجع بس ما فاضليش الا فاضلي اخر امتحان بكره اللي هو يوم الاربعاء، فده اخر امتحان ليا، وهنرجع تاني يا جدعان ننزل فيديوهات كل يوم. فاقفوا جنب الفتره دي بقى ولايكات ونخرب الدنيا على بعضينا. احلى مسا عليكم، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.